بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجاء حار يا شباب تطلعوا من الزوم حاليا، نفوت على الباي تشارم. الباي تشارم يا شباب وصلنا عند ايش الحصة اللي فاتت؟ عند الفانكشن. حكينا الفانكشن وميزات استخدام الفانكشن، سهولة للمينتننس، لما تيجي بدك تعدل فأنت بوفر عليك بدل ما تعيد التعديل في كل موقع ذكر في هذا السيجمنت من البرنامج. فأنت بتجمع هذا السيجمنت بتحطه في فانكشن وبتستدعيه من المكان اللي بدك إياه، وبالتالي التعديل في هذا الفانكشن بيسهل عليك التعديل في كل أجزاء البرنامج. أخذنا فانكشن الحصة اللي فاتت لو تتذكروا، كان هذا الفانكشن شو وظيفته؟ أحسنت. لحد الحصة اللي فاتت ما أخذنا ولا مثال إنه الفانكشن يستعيد أو يعيد قيمة. أحسنت، إحنا استدعينا الفانكشن، نفذ، خلص، طلع، رجع إلى جملة الاستدعاء في البرنامج وكمل التعليمات اللي بعدها. لكن لما رجع لجملة الاستدعاء رجع فاضي ولا مليان؟ فاضي، لأنه أنا ببرنامجي أو في السيجمنت اللي كتبته في داخل الفانكشن ما قلت له رجع لي قيمة. اليوم راح نأخذ كيف رجع قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، راح أخذ مثال بسيط جدا. المثال هو أني أحذف، آسف، المثال هو أني أعطيه رقمين ويجمع لي إياهم ويرجع لي الناتج مع اسم أو مع جملة الاستدعاء، مع اسم الفانكشن أو جملة الاستدعاء. واضح السؤال؟ السؤال واضح. طيب أنا الآن ببدأ أكتب إيش عادة في ترتيب كتابة البرنامج؟ نبدأ بكتابة مين؟ الكود اللي في الفانكشن ولا الكود اللي للبرنامج؟ أحسنت. الأصل في البرمجة أنك تبدأ الآن في البرنامج، لما تحتاج هذا الفانكشن تطلع فوق تبرمجه. فأنا بدي أبدأ الآن أقرأ عددين، إذا بدي أبدأ أقرأ العددين ورجع حار أكون راح أكون سريع شوي. إذا هاي نمبر 1 يساوي، وعندي هون بدي أحول العددين لإيش؟ لفلوت، لأنه أي جملة بقرأ، أي آسف متغير بقرأ قيمته من خلال الإنبوت، شو بقرأ لي إياها؟ شو بيعتبرها؟ بعتبرها انتجر سترينج يا شباب، لا تنسى. ولا ليش استخدمت الكاستنج لفلوت؟ عشان يحول القيمة بعد ما يقراها الى فلوت. فبليز انتر ذا فيرست نمبر. طيب الان انا خلصت، بعمل كوبي وبيست، ما فيش داعي اني ايش، واقول له سكند وغير له نمبر 1 يصير نمبر 2. نعم مش سامع. طبعا راح اعطيك وقت تطبق. هاي سكند. طيب هلا احنا هون قرأنا العدد، بعد ما اقرأ العدد بدي استدعي فانكشن، بدي اسميه ايش؟ بدي اغير اسمه. هو صم ممكن يكون اسم فانكشن محجوز، قلنا من الكلمات او من الاسماء التي تعطى للمتغير لازم نتجنب الكلمات المحجوزه ريزيرف وورد، ونتجنب الفانكشنز اللي يعرفها النظام او اللي تعرف عليها مباشره. فانا بدي اسميها ايش؟ سميشن. هذا اسم الفانكشن وبدي اعطيه ايش؟ طبعا بتسميه باسمك محمد خليل بدك اياه، بس عاده لما نسميه بنسميه بهدف شو هو. طيب سميشن اديشن اللي بدك اياه. هلا انا ايش بدي اعطيه لما استدعيه؟ بدي اعطيه كم قيمه؟ قيمتين عشان يجمع لي اياهم اللي هو النمبر 1 والنمبر 2. الان انا بقفز الان لتعريف الفانكشن. اسس تعريف الفانكشن لازم يبدا بكلمه ديفاين، عرف، اعطيه اسم الفانكشن هذا سميشن، وافتح قوس. هنا بنسميها الارجومنتس. شو معنى الارجومنتس هون؟ المعطيات. احسنت، الاشي اللي بدي اعطيه، الاشي اللي بدي استقبله. انا بدي هنا استخدم اسماء، تجوز تستخدم نفس الاسماء ويجوز تستخدم اسماء اخرى. يعني ممكن تستخدم نمبر 1 فاصلة نمبر نمبر 2. هلا اللي بدنا نفهمه انه عند الاستدعاء نمبر 1 بالترتيب راح يروح لمين؟ لنمبر 1 المقابل اليها بالترتيب، والان او 2 بالترتيب راح تروح لنمبر 2 بالترتيب. طبعا لا تنسى النقطتين، بعدين ننزل المسافة البادئة ونبدأ. ببساطة شديدة جملة واحدة بس إذا بدك، وإذا بدك ما تختصرش اكتب صم، هذا اسم متغير يساوي نمبر 1، آسف ركز معي، نمبر 1
اللي هو متعرف داخل الفانكشن زائد ايش؟ نمبر 2. بعدين كيف بدي ارجع في جمله ايش اسمها؟ ريتيرن. ريتيرن الصم، يعني رجع لي معاك لما تنهي الصم الناتج، اللي هي الناتج المخزن في الصم. لازم تفهم شغله، شو هي؟ انه اي جمله بعد ريتيرن راح مفعولها. يعني لو بالغلط حطيت ريتيرن هنا وبعدين قلت له برينت وتقول له ها هلو اي ام هير، هنا ما له اي تاثير. اذا الان يا شباب عندي انا هنا كتبت هاي الجمله برينت، هدفي ان اوريك انه اي جمله بعد الريتيرن لن، اذا نفذ الريتيرن لن يأبه بها، راح يقفز ياخذ الصم ويرجع على جمله الاستدعاء ويعوض بقيمته هون. طيب طبعا لو عوضها هون شو استفدت؟ شو استفدت بالقيمه الراجعه؟ لما يرجع الفانكشن قيمه إلها ميزه انه الفانكشن يجوز استخدامه داخل فانكشن، يجوز استخدامه داخل معادله، يجوز استخدامه داخل اكسبريشن مقارنه. تقول له اف، يعني الان لو انا المجموع تبعهم كان فوق المية شو بقول له؟ شوف تطلع معاي، بقول له اف سميشن اكبر من، شوف لانه برجع قيمه 100. شو بدي اسوي؟ بدي اقول له برنت اطبع لي مثلا ذا فاليو از فيري هاي. شوف شو ميزت لما الفانكشن يرجع قيمه، يرجع الصم بدخلها في الاكسبريشن زي الكونديشن في ستيتمنت زي معادله. كيف معادله؟ عادي ممكن اجي اقول له والله يا سيد عزيز الزياده مثلا increasing amount بدي اياك تزيد على هذا المقدار 5، فبقول له يساوي شوف summation. هذا انا متغير بقول له سميته بدي ازيد على المجموع تبعهم 5 من راسي هيك واطبع الناتج. انا هيك بدي اوريك بس امثله كيف استخدام الفانكشن داخل الاكسبريشن داخل المعادلات داخل الكونديشن. نعم. ما انا هلا بدي اعطيه اياهم، لسه ما كملت الجمله. مزبوط، ما هو لسه ما كملت الجمله. هلا هون نمبر 1 ونمبر 2 وهي نفسها هون، ما هو انت لازم تعطيه بالارجمنت مش تستدعيه. ما هو انا بدي استصبر علي، ما هو حكى سالت، فبدي ازيد 5 على المقدار واقول له اطبع هاي برنت مثلا ذا نيو فاليو القيمه الجديده از، ويطبع لي ايش؟ يطبع لي ايش اللي هي ايش؟ انكريمنت، لا انكريمنت اماونت. هاي طبعا انا بضرب لك امثله بس هدفي الان يا سلامه اضرب لك امثله كيف انه لما الفانكشن يرجع قيمه استطيع استخدم جمله الاستدعاء داخل مين؟ هاي جمله استدعاء الفانكشن. تعالوا نمشي خطوه خطوه، نمشي خطوه ايش؟ خطوه. اول ما يبدا تنفيذ البرنامج بيبدا منين؟ مين؟ ايوه من اول جمله اللي هي تابعه للبرنامج، ما بتطلع على الفانكشن الا لما يستدعي. احسنت. فاول ما يبدا تنفيذ يجي عند اول جمله تابعه للبرنامج اللي هنا بقرا العدد الاول وليكن قديش؟ 50. قرا بعدين العدد الثاني كم؟ 40. اجى سال اف سميشن 50 40، وقف. الاولويه للتنفيذ لمين؟ احسنت، دائما الاولويه لاستدعاء. بقفز على طول يا سلام على السميشن، بعطي نمبر 1 قيمة الـ 50 ونمبر 2 40، بجمعهم بيطلع 90. بيجي عند ريتيرن برجع عند كلمة ريتيرن بقفز وبرجع لجملة الاستدعاء، فبيجي مع الاسم الآن لما رجع شو كان القيمة بس هو مكانها؟ أحسنت 90. هل الـ 90 أكبر من 100؟ لا، فبده يقفز ويطلع برا الإف، وبده يجي على الجملة اللي تابعة للبرنامج زيد إيش؟ زيد 5. راح اجى عند جملة الاستدعاء قفز للفانكشن مرة ثانية وجمع 40 زائد 50 ورجع بالقيمة، قديش صارت؟ 90. 90 زائد 5
95 إذا هنا صار قيمتها increment amount 95 بعدين إجا طبع increment amount واضح؟ طب لو أردت هل يجوز أستخدم الفانكشن مباشرة أطبعها مباشرة؟ نعم هيها برين شوف داخل فانكشن برين شوف ما أجملها انتر آسف ذا summation هاي للبرنامج is طلع طلع ما أبسطها كتبت الفانكشن كتبت الفانكشن نمبر 1 ونمبر 2 بصير نعم الأولوية لمين لاستدعاء الفانكشن قفز جاب النتيجة رجعها بعدين طبق جملة البرنت واضح هلا نبدأ نعمل الآن نجرب اعمل ران دخل الرقم الأول وليكن 50 الرقم الثاني 40 اطلع هون عندي هل طبع كلمة برنت هلو اي ام هير ليش لانه ريتين على طول بقفز يعني انهي واطلع لم قشك وخذ بياناتك وبالنتيجة ورجع لجملة الاستدعاء فما طبع ايش برنت ايام هير لانها اجت بعد الريتيرن واللي بعد الريتيرن لا يتم النظر فيها وما طبع ما راح اطبعها ولا لها فايدة طالما حطيتها تحت الريتيرن بمجرد ما المعالج صادف الريتيرن بقفز خلص بلم قش وبيانات نعم نعم الان طبقوا يا شباب واعملوا ران ونشوف الاخطاء اللي عندكم الآن يا شباب في نقطة مهمة هل يجوز دائما استدعاء الفانكشن بمتغيرات الارجومنت لازم تكون متغيرات لا 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 مش دائما يعني كيف يعني ممكن انا اجي اقول له برنت اطبع لي ايش مثلا ذا سميشن از واستدعي الفانكشن واكتب له ذا مباشرة القيم مباشرة اكتب له قيم زي ايش زي اجمع لي مثلا 1400 فاصلة 600 واضح؟ يعني أنا بعطيه القيم مباشرة بدل بحط متغيرات نمبر 1 وأقرأها يعني يجوز في مرونة فراح يطلع لي الناتج 2000 طلع رن هاي الرن نعمل شاشة الأوتبوت بس بعدين أيوة مثلا بغض النظر لسه شغال على القديم 50 60 تطلع هنا 2000 فيجوز انك لما تستدعي الفانكشن تعطي الارجومنت مباشرة as a value يعني call by value هاي بنسميها شو بالانجليزي لما نعطي القيم call by ايش by value بالقيمة نعم عمي انا بقول لك في مرونه لاستخدام الفانكشن واستدعائه واعطائه القيم مباشره بدون ما تعرف لي نمبر 1 ونمبر 2 تقرا لي اياهم واضح يعني انا الان بدي اعمل فانكشن للافرج فممكن اقرا القيم الثلاث ممكن اعطيهم مباشره طيب نبدا الان بالمثال اللي حكيت لكم اياه شباب المثال بدي فانكشنين اخر مثال ما راح ازيد عشان انتقل للموضوع اللي بعده الفانكشن الاول لحساب المعدل الفانكشن الثاني لتصنيف هل هذا الطالب ممتاز ولا متوسط ولا ضعيف واضح كلامي فوق ال 85 بخليه ممتاز بين ال 65 وال 85 متوسط وبين ايش ضعيف بغض النظر بدي المطلوب فانكشنين فانكشن لحساب المعدل وفانكشن للكلاسيفيكيشن هو التصنيف اللي قلت لك اياه صعب مش صعب نبدا بدايه البرنامج بدايه البرنامج بدي اقرا ثلاث قيم مثلا ماده الكيمياء فيزياء رياضيات طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم فبدي اعرف انا عندك المتغير اسمه ماث رياضيات وبدي يكون فلوت الكاستنج عشان بدي احول اللي قرأناه في الانبوت اللي قرأناه من خلال الانبوت واقول له بليز
enter the math أو mathematical grade أو his mathematical grade. طيب اللي بدك إياه الآن عشان ما نطولش copy paste ثلاث جمل لأنه بنغير الماث الفيزيك. هلا بيجي واحد يغير بنسى يغير نمبر 1 ونمبر 2. يا شباب ركزوا لأنه دير بالك هاي برمجة. شو يعني برمجة؟ يعني عمي أنا بالتقييمات بالتقييم تبعك وقت تفكر لما تيجي تنده علي أستاذ والله شوف لي الغلط وإحنا عنا تقييم بدي أقول أدور 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 بدك تكون دقيق شوي مش راح أدلعك يعني يا سلام عشان يكون بالصورة. فأنا إذا عندي الخطأ واضح بقول لك من عيني هاي قبل هاي، مش واضح بقول لك يا عمي ما بقدر والله ماشي مش ما بديش ما بقدر ما عندي وقت. لأنه أنتوا راح تعرفوا الآن في الآن شيء جديد في التقييم راح يصير. قرأنا يا شباب الثلاث علامات لثلاث مواد. الآن أستدعي function يحسب لي الأفرج. هاي الأفرج هذا الفونكشن بدي أعطيه إيش القيم الثلاث الماث فاصلة بالترتيب طبعا الكيمستري فاصلة طبعا ما بهمش الترتيب لو قلنا والفيزيك. الآن هذا شايفوا الفونكشن خليني أصعد فوق وأضبط لكم إياه بعدين بنشوف من شو بنزيد. define def أحسنت وبعدين بدي أخذ أحسنت M A اختصار لماث و CH اختصار لكيمستري أو كيميك وعندك البي واي أو البي اتش خلاص فيزيك حط نقطتين. ببساطة شديد القيم هاي اللي قرأهم راح ينقلهم إلى الأرجومنتس والأرجومنتس راح نستخدمه الآن داخل الفونكشن. فبقول له صم واحد بقول لي اختصر يا أستاذ اختصر شو اختصر لك؟ بقول لي اختصر بدنا نكتب صم اقسم على ثلاث شو بدك طيب؟ بقول لك اكتب مباشرة ريتين بصير افتح قوس واكتب له ام اي زائد سي اتش زائد بي اتش تقسيم ثلاث. هاي الجملة صحيحة ولا غلط؟ غلط غلط لأنه الأولوية هنا ليست للجمع الأولوية للقسمة فراح يقسم البي اتش على ثلاث بعدين يجمع. إذا بدي نعم ممتاز. إذا بدي أحط الآن أفهمه أن الأولوية للجمع فبدي أحط كل عمليات الجمع بين أقواس لأن الأولوية بعدين يقسم على ثلاث. أخذت منا وقت ولا شيء حلو. هلأ هنا ركز معاي هلأ أنا هنا لو قلت له اطبع لي الأفرج هاي برينت مش هلأ بترجع قيمة الفونكشن بيصير استخدمها ايش فونكشن داخل فونكشن. هاي طولي بالك إز بحط له علامات تنصيص فاصلة اند وبعدين بسكر القوس. جرب دائما هذا اللي كنا نحكيه الحصة اللي فاتت في النظري. انت طبعا ما بتركز على النظري بتقول النظري تافه يا حبيبي. النظري اهم من العملي. ليش؟ احنا حكينا الحصة اللي فاتت بالنظري انه اختبر كل جزء. طب واحد يقول لي يا اخي ما نعمل الاختبار بعدين يعني بلا ما اخذ برنامج تافه. خلينا نعمل بنقول لك اذا بدك تشغل صح اختبر جزء جزء. انا بوقف هنا وبختبر الفانكشن شغال وبيعطي النتيجة المرجوة بروح بنتقل للفانكشن اللي بعديه. سمعتني؟ يلا اعمل رن ودخل لي ثلاث قيم ويستحسن عشان تعمل تيست انها تكون نفس القيم. يعني مثلا جاب 90 90 90 قديش معدله يعني 90 طلع لي the average is 90. اذا اموري تمام. طبعا انا هون مش اموري تمام 100% لان هاي قيم اعتيادية ولا غير اعتيادية ولا متطرفة. هاي قيم اعتيادية فأنا ما كملت اختبار بس أنا أقل بطمأن ببداية إنه شغلي سليم. لكن طبعا تقدر تدخله بالسالب وهذا لا يجوز فبدي أقيده. لا برضو ما فهمتوش شو الهدف من حكي. لا برضو أنا مش هذا هدفي. التقييد أنا مش مفكر فيه هسه. أنا مفكر أشرح الفونكشن واضح. فانتوا مزبوط يا استاذنا نقيده لانه برنامجنا ممكن يدخل سالب ممكن يدخل لتر ممكن يدخل كذا بعدين احسنت ممكن يدخل بالالاف
فأنا مش فاضي. أنا مش القيم المتطرف اللي عندي هون. 100 و0 أحسنت. 100 و0 قيم متطرفة. هذه القيم اللي بدخلها أنا بالتست 90 هاي اعتيادية. الغير اعتيادية اللي فوق 100 وتحت 0. الغير اعتيادية هي إنه يكون لتر مش إيش. مش رقم. هاي غير اعتيادية. فهمت؟ هلا أنتوا بتمخمخوا بعدين على مزاجكم على رواق. أنا هلا مش فاضي. أنا مش أدخل بال. أنا عمال هلا بس أوصل لك شو فانكشن داخل فانكشن. طيب. إذا الفانكشن تبعنا شغال ولا مش شغال؟ شغال. اسمع طولوا لي بالكم يا جماعة الخير. بس أنتوا طولوا بالكم. بدي أعرف فانكشن. أعطيه المعدل. ركز معاي. ويعمل لي تصنيف ويرجع لي التصنيف. فهمت شيء؟ أنا فانكشنين بدي. فانكشن يحسب لي المعدل اللي عملناه. فانكشن يعمل لي تصنيف. إذا كانت علامته أعلى أو تساوي 85 للمية هذا بتصنف لي ممتاز. إذا كان أقل من 85 وأكبر من أو يساوي 65 هذا متوسط. طبعا. بس هلأ النقطة الحلوة الأمورة. اسمعني. شو النقطة الحلوة؟ بدي أعمل حركة. هل يجوز استدعاء فانكشن داخل فانكشن؟ ممتاز. هلا انا هون ايوه هلا راح اعمل هذا المثال. هلا هون انا مش مضطر استخدم. ممكن استدعي الفانكشنين في المين بروجرام اللي هو هذا البرنامج الاساسي. بس انا بدي اعمل لك حركه جديده عشان تفهم انه في امكانيه لاستدعاء فانكشن داخل. الحمد لله. هلا هون عندي بدي اشيل ريتيرن. راح يقول لي واحد ليش؟ ايوه عشان ما يخلصش. انا بدي اقول استنى انا لسه بدي استدعي من جواياك يا فانكشن اي في اي ار فانكشن اسمه كلاس يعني صنف. فصار هذا الفانكشن كانه مين بروجرام كانه برنامج اساسي سوف يستدعى داخله بده يرد على فانكشن ثاني. احسن. فانا بدي استدعي بس قبل ما استدعي بدي احسب اول شيء ايش المعدل. فبدي اعرف متغير اسمه AVG يساوي خلصت. بعدين بستدعي فانكشن. بدي استدعي فانكشن شو اسمه كلاس. انا بدي اسميه كلاس يعني صنف كلاسيفيكيشن. ترى ديروا بالكم شباب كلمة كلاس محجوزة واذا كلمة محجوزة لا يجوز تسمى فيها اسم فانكشن. فانا شو بدي اسميه كلاسز مثلا او كلاس باس واحدة. واضح؟ ابعد عن كلمة كلاس كاملة لأنه كلمة محجوزة يعني ما راح يرضى أنها تعرف اسم بفانكشن. سميت هاي يا شباب خليني أجاوبه. سأل لي سؤال خليني أجاوبه. لأن معلش معلش شباب لأنه يا شباب أنا لسه ما انتهى شغلي لسه بدي أستدعي فانكشن أعطيه الأفرج. فإذا حسبت الأفرج وحطيته متغير وهلا بدي استدعي الفانكشن ثاني واعطيه الافرج اللي حسبته. لما نطلع على الفانكشن الثاني. فالفانكشن الثاني وظيفته يعمل كلاسيفيكيشن ياخذ القيمه الافرج انحسبت في فانكشن اي في ار وبعدين يبدا يصنفها. راح يرجع لي الفانكشن الثاني واحده من ثلاث يا اما اكسلنت يا اما متوسط انترميديت يا اما بور يا اما متوسط. يلا هذا الكلاس اسم متغير اسم فانكشن انا بدي انشئه. وليش ما حطيتش دبل اس يا كلمه محجوزه ما راح يرضاها. خلاص حطيناها هيك هسه كبتها اسمه خلاص باس واحده. هسه الشباب هم انت بتعرف بيلتزموا بالخط. بدي اعطيه الافرج. الافرج اللي حسبته اي في جي اللي حسبته في الفانكشن اول ما يقرا استدعاء بده يطلع على الفانكشن الثاني. اذا بدي اعرف فانكشن ثاني شو اسمه. احسنت. وبده ياخذ هذا ايش الافرج. بدي اكتبها كامله.
لا 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 هيك خليك بس معاي، طولوا لي بالكم طولوا لي بالكم هسه، بس طولوا بالكم ما تستعجلوش، انا شغلي هيك سليم ما تخافش. هلا انت بس طولي بالك، هلا انا هون اخذت الافرج وبدي اصنفه، بدي اقول له اف، لا هلا صار اسمه افرج، القيمه موجوده بالافرج، هذه لوكال صارت. نعم، إذا كان أكبر من أو يساوي 85 and أقل من أو يساوي 100 شو بده يطبع؟ هون ركز، لأنه هاي رح نتزاعل. شو الجملة اللي بقوله رجع لي فيها excellent؟ أحسنت. شو return إيش؟ ريتير. لا انا ما بدي ارجع الافرج، يعني ايش اكسلنت هيك بس، شايفها ما اجملها اي ريتير كلمه ايش اكسلنت، رجع لي كلمه اكسلنت بس يا امو. اول ما يقرا ريتير خلص بيطلع من برا الفانكشن. لا مش ببرنت يا اخوان، خليكم اسمعني. هلا انا إلس في عندي حالتين لسه، إلس اف. لا يا ذكي لما يدخل على الشرط، عشان هيك انا تعمدت اجيب هذا المثال. هلا انت تشتتت، ما تتشتت يا حلو، انا لسه عند كلمتي اللي تحت الريتيرن لا يطبع، بس هذا لما يدخل المعالج. ارجع للفيديو اللي انا مسجله. احسنت، المعالج ما راح يصل للريتيرن. احسنتوا يا شباب. فالان اذا الافرج اكبر من او يساوي 65 زي ما قلنا، اند اقل من ايش؟ ممتاز. بس انا بقول لك ليش هسه اقل من، بس طولي بقى، راح اقول لك ليش، راح اقنعك ان انا بحب الاسئله المنطقيه. هاي هذا البرمجه، بخلي عندك لوجيك. ليش أستاذ المرة اللي فاتت قلت لنا مش ضروري وهاي المرة بيقولنا ضروري؟ بدي تفكروا فيها لحد ما أخلص. أقل من 85 بصيرش أقل من ساوي، لأنه أقل من ساوي هون، أقل من ساوي هون غلط. والله لا أجاوبك على تساؤلك، بس أصبر علي. هون إيش في؟ برضو ريتير. إيه والله يا أستاذ، هذا معناته بالفانكشن واحد بصير أكثر من ريتير. طبعاً بس مش راح ترجع غير ريتير. اول ريتيرن بتصادفه تحققت، مسكها المعالج بين رجع خلص مش دخل. نعم، لانه اقل من 85 وانا بتكلم يا عمي. انت 100 واحد بحكي، خليني اجاوبكم واحد عمي. انا لما اقول له 84 معناته لو طلع معدله 84.5 شو بده يصنفه؟ ملوش تصنيف. 84.5 مش تصنيف. انا فلوت خلص، انا بقول له اقل من 85، يعني 84.9 خدها، 84.8 خدها، 84. فهمت؟ اما لما بقول له 84 يساوي، معناته راحت الاعشار. بحب الاسئله زي هيك، وبتمنى يا شباب انه يكون يعني شوي عندنا انضباط. انتر ميلان صح؟ انترميديت يا زلمه، انا عارف انترميديت. يا سيد عزيز اعتبرني انا، معلش يعني احترم رغبتي اذا بقولوها. اخر جمله ايلس ايش بتكون؟ بس ايلس. احسنت. ضعيف. حلو. السؤال الآن ليش أنا وضعت أقل من وأكبر من أو يساوي؟ لأني لأن أحسنت. لأنه لو حط 110 120 إجا هون واحد إلس، راح إلس، بس هون بكون عندي ناقص إشي إلس. إلس لحالها مفتوحة، يعني ما طبعا
يعني هون انا قيدته بس هون غلطت وما كملتش تقييده. لا مش بس بالسالب وبالموجب، لو حط 120 اجى، هل 120 اكبر من او تساوي 85؟ نعم. هل هي اقل من 100؟ لا. اذا فولس. بدي يجي على الالس اف، هل 120 اكبر من 65؟ نعم. هل هي اقل من 85؟ لا. الناتج فولس. بدي يجي على الالس ويطبع لك بور مع انه 120. اذا لازم التقييد يشمل ايضا اخر حاله. هاي ما بزبطش احول له الس، بدي اقول له الس ايش؟ لازم اذا كانت الس اف واقول له الشرط. ايش الشرط يا حلوين؟ لا. احسنت، اكبر من او يساوي صفر اند اقل من، كيف اقل من 100؟ اقل من 65. هيك قيدته، بمعنى دخل سالب ما راح يرضى، ما راح يعتبره، دخل فوق ال 100 ما راح يعتبره. غلطنا من العجله. هاي افريج تحطها بالاقواس، حطها. في ناس تحب تحطها بالاقواس وانا بايد عشان ما تتلخبط. عرفتوا يا شباب ليش حطيت بدل الس الس اف؟ عشان اقيده هيك يا حلوين. لو دخل المعدل فوق ما راح يقبه به. سؤال جميل وليس جديد. عندك كم ريتيرن هون؟ لكن فعليا المعالج سوف ينفذ واحدة، بمجرد ما يلقط أول واحدة بطلع بياخذ القيمة. طيب حلو الكلام؟ جميل. بتحبوا نجرب؟ ونجرب ولا ما نجربش؟ ممتاز. هلا أنا هدفي الطباعة تكون وين؟ بالبرنامج ولا جوال فانكشن؟ بالبرنامج. الطباعة تكون بالبرنامج. فهنا بدي اقول له ريتيرن. ليش طول لي بالك؟ بدي اقول له بالفانكشن الاول رجع لي القيمة اللي هي ايش بالفانكشن كلاس. تعقدنا والله ما تعقدنا، نمشي شوي شوي. طيب تعال الآن، خليك معي، تعال بس الآن خليني أكملك، بس طولوا لي بالكم، طولوا لي بالكم. تفضل. تعقدنا؟ أخفف الجرعة. الريتيرن هذا راح أوضح لك إياه لو تعطيني خمس دقائق. أعطوني خمس دقائق بس. اقرأ الآن البرنامج كيف راح يشتغل. طولي بالك، طلع علي. احنا قرأنا الماث، قرأنا الكيمستري، قرأنا الفيزيك، صح؟ استدعينا بالفانكشن AVR قفز. اجعل AVR أعطى الـ MA ماث، وأعطى الـ CH كيمك، وأعطى الـ BH اللي هي فيزيك. حسبنا يا عمي، من شان الله لما بشرح لا تقاطعني عشان ما تقطع حبل افكاري ولا تقطع حبل افكار زملائك. استدعي جمعت وحسبت المعدل وخزنته في متغير اسمه AVG. استدعيت الفانكشن. وين استدعيته؟ انت كتبت ريتير. ايوه ريتير. واستدعيت الفانكشن الثاني. ايوه واعطيته قفز لمين؟ هلا الاولويه لمين؟ للريتير ولا للفانكشن؟ حكينا للفانكشن الاولويه بالتنفيذ. قفز للفانكشن كلاس، اعطى الافرج، حدد، رجع قيمه اكسلنت او انترميديت باسمه. فالريتيرن الثاني اخذت الاكسلنت والانترميديت ورجعت وين؟ للفانكشن. هذا فهمتوا شيء؟ والله اكيد الشباب قاعده بتحك براسها، فانا راح اغير عشان ما احكحك ولا اتعبك ولا شيء. إذا المسألة صعبة عليك طلع. شو طلع لي؟ طلع لي إيش؟ معلق الشاشة. ممتاز. بس طول لي بالك يا القاضي،
أنا مش هدفي أعقد لكم، أنا هدفي بهذا المثال يا شباب، هدفي هذا المثال، إذا مستوى أعلى رح ألغي الموضوع، ما بدي فانكشن جوا فانكشن، بس أنت فهمت شغلة، طولي بالك، طولي بالك، خليني أنا أفهمك الشغلة، حبيبي في مرونة إنك تستدعي فانكشن جوا فانكشن جوا فانكشن جوا فانكشن. تتبع اللي شرحته رح تجده مش صعب، لكن على البدايات في سنكم لا صعب. أنا بقول لك مش صعب بس مستحيل. عشان هيك شباب زميلكم في شوية كونفليكت بيني وبينكم تداخلات. شباب أنا لما بحل مثال بحله من هواي، يعني ما حدا بقول لي أنا طالب تعمل لي هيك، فهمتني؟ أنا هدفي وأنا بشرح أوضح لك إنه هذا يجوز، هذا يصح، هذا لا يجوز، فهمني؟ أما أنا ما انطلب مني، أنا لو إجاني واحد قال لي أنا بدي إياك تعمل لي، طول لي بالك، تبرمج لي برنامج، أعطيه القيم، يحسب لي المعدل ويطبع لي إياه، لما أقول لي يطبع لي مش بكيف أنا على هواي، أنا هلأ فيه بطبع معدل؟ هلأ أنا باللي عامله الآن بطبع معدل؟ لا، كان يطبع بالأول لغيتها. أنا بضرب لك أمثلة بس من هواي عشان أوريك فانكشن داخل فانكشن. أما أنت يا عمي لما تيجي تقول لي بدي إياه يطبع، بقول لك وين عيني هاي قبلها، هسه بدي أخلي لك إياه يطبع غصبا عن راسه المعدل. وبهاي الحالة بدي أغير في بنية واستدعاء الفانكشنز، بدل ما يستدعي الفانكشن جوا فانكشن بدي أخليه يستدعي الفانكشن الأول وبعدين يستدعي بس. وضحت؟ أنتوا الآن طلبتوا مني فأنا بعمل اللي طلبتوه، ما يطلبه المستمعون. أما أنا رجال بضرب بهواي عشان أوضح لك صورة فكرة. أنت فهمت كيف استدعاء فانكشنين جوا بعض أو ثلاثة أو عشرة؟ خلاص انتهى دوري أنا الآن. ايش بدك تستخدمه كيف؟ هذا حسب السؤال. نرجع الان لموضوعنا. هلا انا هنا اعترضوا علي الشباب وقالوا لي يا عمي انت رجال كنت تطبع الافرج وانا بدي اطبع من عيني هاي قبل هاي. هاي يا سيد عزيز الريتيرن شايفها؟ بدي اياه بدل ما يرجع يستدعي الفانكشن الثاني بدي اخليه يا سيد عزيز يطلع لي الافرج حسب لي اياه في الجمله اللي قبل ويطبع لي اياها، يرجع لي اياها بس. بعدين ركز معي، بعدين لما يرجع يطبع لي الافرج بدي اياه يعمل لي طباعة للكلاسيفيكيشن، مش هذا اللي بكم اياه؟ ممتاز. هاي برينت واقول له وتصنيف الافرج تبعه إز، ويجيب لي الآن بدي أستدعي مين؟ بدي أستدعي مين؟ بدي أستدعي الفانكشن التاني اللي بدي أعمل كلاس. أحسنت. بس في شغلة مهمة ذكية هنا، لما أستدعي الفانكشن التاني لا بدي أعطيه الأفرج. وين الأفرج؟ بالفانكشن الاول اللي هو اذا بدي استدعي بدي استدعي الاول اللي بدي يجيب لي الافرج واخذ الافرج واعطيه لمين؟ للثاني. بعدين يروح ينفذ في الثاني ويرجع لي اكسلنت ولا بور ولا انترميديت. بدك ابسطها؟ بدك ابسطها يا سيدي؟ ببسط لك اياها. هاي عندك افريج، هاي افريج 1 يساوي واستدعيت. برضيك؟ استنى وهاي الجمله حطيتها وين؟ فوق. وهلا بدل ما استدعي جوا البرنت بقول له بس اطبع لي اي في ار 1 اللي هو متغير اسمه ايش اللي هو موجود. واضح؟ هنا بقول له كلاس وبقول له ايش؟ اي في ار واحد بس. فهمتوا شيء؟ قرأ الباث والكيمستري وال بعدين اجى هون عند اي في ار 1 هذا متغير. استدعى اي في ار مش اختصار للتبسيط للفهم.
استدعى قفز حسب المعدل، اجى عند ريتين رجع بالمعدل، خزن وين؟ خزن وين؟ بالاي في ار متغير 1، اجى طبع ذا افريج از اي في ار محتواه، بعدين لما اجى استدعى الفانكشن الثاني اعطاه اي في ار 1 اللي هو حصل عليه من استدعاء الفانكشن الاول، فقفز الى الاي في ار للكلاس وحسب رجع بور بالإكسلانت ورجع مرة ثانية وطبع عند البرنت. يعني هيك أبسط؟ أنا كنت بدي أكتب كلاس وأعطيه الفانكشن الثاني، استدعي الفانكشن الثاني الأول اللي هو AVER وأعطيه العلامات الثلاث بس، راح يروح على الأول ويحسب المعدل ويرجع ويستدعي الفانكشن الثاني ويصنف ويرجع إكسلانت ولا بور. نعمل رن ونشوف. أحسن. هاي 90 وعندك مثلا 90 ولا طبع العلامة وقال لي إكسلنت. هذا أحسن. طيب أنا ما بهمني أحسن ولا أسوأ، بهمني فهمت استدعاء الفانكشن. خلينا نفصل بينهم هيك، اعملوا هاش يعني زبط امورك، يعني خلي المنظر حلو. هذا فانكشن، اكتب شو وظيفته. هذا فانكشن تو ايش؟ تو كلاسيفاي ذا افريج. يعني حلو هيك، انت مبرمج هذا شو بتسميه؟ هذا توثيق ماله؟ توثيق ايش؟ توثيق داخلي documentations. لا ما اخذت انا القيود، بس انا اجبرته بالكلاسيفيكيشن، اما ما قيدت الافرج، وهذا غلط، لازم تقيد. بيطلع لك ايش؟ ليش نون؟ شباب ترى في قيود. زي ايش عندك قيود؟ ممنوع العلامات كلها تكون ايش؟ سالبه. ممنوع، اسف، العلامات تكون واحده منهم سالبه، يعني لازم تقيد هذا الشيء. هذا function to ايش؟ هذا اللي classify، اسف هذا كان اللي تحت عشان يحسب الافرج، اسف انا اللي ملخبط. shift delete، وهذا هذا اللي بعمل classification. اما هذا to هذا function عشان ايش؟ calculate the average بس. واللي تحت شو بكون؟ اللي تحت شو اللي تحت هذا الكود؟ المين، المين ايش؟ البروجرام. طالما ما فهمت الاستدعاء راح تضلك تنفخ، طالما ما مسكت ورقة وقلم ولما استدعى هون عملت تريسينج ما راح تستفيد. واذا انت بدك نصيحتي، الاي في ار واحد هاي راح يعلق فيها بعض الناس، انا شبيهه باسم اي في اي ار تبع الفانكشن، انا راح اغير الاسم وخليه راح اخليه باسم ريزلت، راح اخلي اي في اي ار ريزلت يعني نتيجه. هلا هاي يا شباب اتبع بتفهم، ما فهمت انسى موضوع فانكشنين، لانه بامتحانك راح ينطلب منك فانكشن واحد، بامتحانك راح ينطلب منك فانكشن واحد، وانت بصراحه يعني فانكشن ويخلف عليك. لكن انا شو اسوي؟ بدي اعطيك كامل عشان تفهم انه في امكانيه لحساب او استخدام فانكشن داخل فانكشن. هاي انا هيك ما استخدمت فانكشن داخل فانكشن. يلا يا شباب الآن ماشي ماشي ماشي. الآن يا شباب، الآن يا شباب بدي أحل برنامج الفاكتوريال، والفاكتوريال أعطيتكم إياه كهوم وورك والحمد لله في الكثير أو البعض حلوه.
فأنا راح أستخدم الآن الفونكشن بحيث إن أنا أستدعي الفونكشن أعطيه القيمة العددية اللي أنا قرأتها اللي بدي أوجد لها الفاكتوريال، ومن خلال استدعاء الفونكشن بحسب النتيجة وبرجع ليها وبطبعها. آخر مثالين على الفونكشن عشان أنهي وبعدين يا شباب نأتي الآن للفاكتوريال. أول شيء فكرة الفاكتوريال بشكل سريع، الفاكتوريال كالتالي، أنت بدك تقرأ عدد، بدك هلا خليك معي شوف أنت انتبه عبال ما يفتح عندك، هلا بدك تقرأ عدد. إذا أول شيء قراءة إيش؟ هلا بدي أقرأ أنا مثلا بدي أقرأ نمبر، هذا النمبر هو اللي بدي أوجد له بدي أوجد له الفاكتوريال. الآلية كالتالي، الفاكتوريال عشان اللي مش عارف شو الفاكتوريال، الفاكتوريال مثلا اوف خمسة هي المقصود فيها خمسة ضرب ست ضرب اسف ضرب اربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، وبيطلع الناتج عندك لو حسبناه بشكل سريع اللي هي اثنين في ثلاثة ستة، ستة في اربعة باربعة وعشرين، اربعة وعشرين في خمسة بيطلع عندك ستة وتسعين. ماشي. في حالة شاذة من الفاكتوريال، حالة شاذة هي انه مضروب الصفر، هذا الصفر هاي علامة المضروب، مضروب الصفر دائما واحد. هل يقبل المضروب الاعداد السالبة؟ لا، هو الاعداد الطبيعية للموجب الصحيحة. واضح؟ طيب خلينا الان نفهم الآلية. اذا الآلية هون ايش بتلاحظ لما اجي على الفاكتوريال شو بلاحظ هون؟ برضو مش هاي الملاحظة بدك تفهمها. شو بتلاحظ هون؟ احسنت، هاي الملاحظة انه الضرب قاعد يتكرر، عملية الضرب قاعدة مين؟ تتكرر. هاي اول ملاحظة. ايش ملاحظة ثانية بتلاحظ الاعداد مالها؟ يعني ايش بتنقص؟ طالما بتزيد وبتنقص بمقدار معين شو بنسميه هذا؟ حكيناه طالما العدد بزيد او بنقص بمقدار معين، هون عمال بنقص بايش؟ بواحد، شو بنسميه هذا اللي بنقص او بزيد؟ بنسميه عداد. اذا انا بحاجة لعداد لمسك هاي الارقام، وإذا بدك إياه يتناقص بدك إياه يتزايد، يعني تبدأ برضو يتزايد على راحتك. إذا أنا بحاجة لعداد وفي عندي تكرار للضرب، هاي أول نقطتين بدي أبدأ الآن بناء عليهم أبني برنامجي. هاي برنامج أحسن، تكرار يعني لوب، عداد بتناقص بمقدار معين كل دورة معناته برضو لوب وفي تناقص او تزايد اذا بدك تبدا من الواحد اللي بريحك. قرانا العدد، هاي اول خطوه في الحل، قرانا العدد. بعد ما قرانا العدد اللي بدنا نوجد الفاكتوريال تبعه، الخطوه الثانيه اللي بعديها شو بسوي؟ بدنا نحط عداد. عشان نختصر بنحط عداد بجمله فور، فور اسهل من واي، اسرع. 4i احسنت، ان 4i ان رينج، رينج منين لوين؟ من 5 لواحد. بس انا حبيبي برنامجي مش فقط بدي احدد القيم، انا ما بدي احدد القيم، بدي اقراها، ممكن ادخل لها مره 5 مره ثانيه ايش؟ 6 4. اطلع على الكود مش علي عشان تفهم شو اللي لازم احطه. مين اللي بيحتفظ بالرقم اللي دخلته؟ عمي انت دخلت، انت دخلت 5 هون صح؟ افرض انا دخلت 3، يعني مش ثابت الرقم، فالرقم صار هون عندي 3 في 2 في 1 يعني كم؟ 6.
اذا الرقم هو بيشير الى نقطة النهاية، اذا بدك تبدا تناقصي بتبدا نقطة بداية، اذا بدك تزايدي نقطة نهاية. واضح؟ فبدكم يا تناقصي ولا تزايدي؟ اذا بدي ابدا من النمبر، مش هاي النمبر اللي قرأناه؟ خمسة، اذا بدي ابدا من خمسة هاي النمبر، ما بقوله خمسة بقوله النمبر، الى الواحد او الصفر، تفرق؟ واحد بده يطلع يعني ما ضرب بواحد. طيب انت ما ضربت بواحد؟ اه طيب معناته خسار الناتج غلط ولا صح؟ لانك لو ضربت بواحد ما راح يطلع نفس الشيء، ولو كتبتها صفر عشان بدك بالضبط فعند الصفر بيطلع، بمعنى ما راح يضرب صفر راح يضرب اللي قبلها، اللي قبلها قديش؟ واحد. فهمت؟ راح يبدأ من العدد اللي دخلته سبعة ويبدأ. الآن فاصل التناقص، تناقص كل مرة بكم؟ بناقص واحد كل مرة، بده ينقص واحد كل مرة، بده ينقص واحد حتى يصل للصفر يطلع. صعبة؟ حلو. تعال على المعادلة، المعادلة اللي جوا الفور، هاي داخل الفور. شو المعادلة اللي، ركز معاي، بدي أضرب خمسة بعدين أضرب خمسة في 24 وخزنها في مخزن، بعدين أدور دورة أخذ ثلاثة أضربها في في 20، فشو بتصير؟ 60. عمي ما جبت سترتين، والله والله ما جبت ستر. أنا بقول لك في مخزن، بدي أستخدم مخزن، ليش؟ كيس عشان يخزن لي مضروب العددين السابقين، مضروب الاعداد السابقة. فهمت شيء عمي؟ العداد هون، العداد هون بده يمسك الارقام مرة، العداد اللي هو الاي بده يساوي ايش؟ خمسة. اللفة اللي بعديها شو بده يصير؟ بده يصير اربعة. اللفة اللي بعديها شو بده يصير؟ بده يصير ايش؟ ثلاث. اللفة اللي بعديها شو بده يصير؟ بده يصير الاي يساوي 2. اللفه اللي بعديها شو بده يصير؟ احسنت، بده يصير الاي تساوي 1. بده يتوقف ويطلع. انا الان قاعد ماسك العداد بنقل لي الاعداد، بتنقل بين اعداد 5 4 3، بس انا بدي مخزن يخزن لي محتوى المضروب، مش ضرب 5 ب 4 وين تتخزن؟ بالاي بالاف. انو اف كنا نستخدم المخزن لايجاد مجموع الاعداد، تتذكروا لما استخدمنا فور بنقول له صم يساوي صم زائد اي، تتذكر لما قلت لك اوجد لي مجموع الاعداد؟ احسنت، هنا ما في جمع، هنا في ضرب، والصم هون اعطيتها قيمه ابتدائيه، شو كانت قيمتها ابتدائيه قبل الفور؟ الصم لما كنت اجمع احط قيمتها صفر واحد، لا حول ولا قوه الا بالله. الكيس قلت لك بصير يكون مليان، مش لازم تصفوه، هذا للجمع عشان افضل كيس عشان يجمع داخل الفور، هاي كانت جوا الفور هاي الجمله. اجمع الاعداد وارجعوا للفيديو اللي هو اجمع الاعداد من واحد لعشره. اما هون عندي في هاي الحاله ضرب، يعني ما عندي صم، سمينا ايش؟ فاكت، والفاكت راح يحتوي على قيمه الاعداد المضروبه سابقا. طيب ما هي القيمه الابتدائيه للفاكت؟ احسن، لو حطينا القيمه الابتدائيه للفاكت صفر، طبعا هو لازم ضرب بدل الجمع، معناته ناتج كل المضروبات في الكون راح يكون صفر، لأنه صفر ضرب أي عدد؟ صفر. إذا القيمة المحايدة في الجمع هي الصفر، لو جمعت أي عدد إلى الصفر راح يتغير؟ لا، لو جمعت الصفر إلى أي عدد راح يتغير، هاي قيمة محايدة في الجمع. أما في الضرب شو القيمة المحايدة اللي إذا ضربت في زلمة، إذا ضربت أي عدد بصفر راح يتحول لصفر، وين محايدة؟ محايدة يعني ما تأثر. واحد. إذا واحد في الضرب عمي، الواحد هي القيمة المحايدة. ما فهمتنيش برضو، انا اعطيت قيمة ابتدائية
للفاكتوريا كبداية بده ينضرب بأول عدد اللي هو الخمسة عشان ما يأثر فيه. خمسة في واحد اتخزنت وين؟ بالفاكت أو بالإف. راح رجع للعداد نقص واحد اجى اربعة في اللي محتوى الفاكت. قديش محتوى الفاكت؟ اربعة في خمسة اتخزنت وين؟ في الفاكت. رجع مرة ثانية نقص ثلاثة، ثلاثة ضرب المحتوى الفاكت كم؟ ستين. اتخزن وين؟ فهو بمشي هيك بضرب خمسة في واحد، بعدين خمسة في اربعة عشرين، بعدين خمسة في اربعة في ثلاث ستين، بعدين خمسة. فهمت؟ فالفاكت بتحتوي على مضروب الأعداد السابقة، وفي البداية الفاكت لازم تكون قيمتها محايدة، يعني إيش؟ ما تتأثر بضرب العدد الأول، فالقيمة المحايدة في الضرب هذا الواحد، والقيمة المحايدة في الجمع الصفر، عشان هيك في البداية صم كانت في البداية صفر، الفاكت هنا صفر. حلو الكلام؟ اذا هاي رينج اجينا على الفور قلنا له بس الفاكت تساوي الفاكت ضرب مين؟ الاي. صعب ولا اشي؟ خلصنا اطلع برا الفور وقول له يا سيد عزيز برنت. ذا فاكتوريال اوف ونمبر وفاصلة از وفاصلة تعطيه الفاكت. حطيتها والله حطيتها معنا. امورنا تمام؟ فهمت الفكرة؟ كم سطر اخذ؟ هلا احنا بدنا نعمله فانكشن يقرا من البرنامج، يستدعي فانكشن يحسب يرجع بالريتيرن القيمه وتطبع في البرنامج ما تطبع في الفانكشن. واضح؟ حلوين؟ نحله مع بعض. انا بدي اجي اقرا مين؟ النمبر اللي بدي اوجد له الفاكتوريال، وهذا العدد بتكون ايش؟ انتجر. واستخدمنا عشان ايش؟ عشان الامبو تحول القيمة اللي بقراها. بليز انتر ذا نمبر. حلو الكلام؟ هلا النمبر عندك قرأناه، هلا بدي استدعي فانكشن يوجد للناتج. بدي اقول له برينت، هذا وين انا قاعد بطبع في اي بالبرنامج؟ احسنت، في البرنامج. برينت بدي اقول له ذا فاكتوريال فاكتوريال اوف، بدي اجيب له النمبر، هاي النمبر، فاصلة، بعدين علامات تنصيص، بعدين از، بعدين ايش؟ فاصلة. احسنت، اسم الفانكشن بدي اسميه ايش؟ لانه انا يجوز استدعي الفانكشن مباشرة من داخل فانكشن برنت، ما بدي ارجع قيمة الفاكتوريال. فهي فاكتوريال هذا اسم الفانكشن اللي استبدأ شو بدي اعطيه مين؟ النمبر. لسه ما كتبت الفانكشن انا، يا سلامة. انا الان هذا بدي يطلع فوق، بدي اعرف فانكشن اسمه ايش؟ فاكتوريال. هاي ديف، انا هيك بحب. في ناس بتحب تبدأ بالفانكشن بالاول على راحتك، اكتب على ورقة، انا ببدأ هيك ماشي. هلا النمبر بدي اكتبها نمبر بدل فانكشن. بقول له الفاكت، في متغير اسمه فاكت، كم القيمة الابتدائية؟ هذا بده يحتوي على الفاكتوريال، كم القيمة الابتدائية؟ واحد. أحسنت، بعدين فور. فور إيش؟ آي. لا، هذا متغير مش محجوز، أنا اللي كتبته، أنا اللي عرفته.
هذا اللي بده يحتوي على الفاكتوريال المضروب كاملا زي الصم. ان رينج وفتحت ابدا من الايش النمبر اللي اعطاني اياه استدعاء الفانكشن من ان او اعطاه النمبر هاي النمبر فاصله الى ايش الى الواحد او بدك الصفر بصير على راحتك وما حيقبل الصفر لانه راح يطلع برا قبل لما يوصل الصفر بكون طلع ما بضرب بالصفر فاصله ناقص ناقص واحد هذا تناقصي النمبر خمسة من خمسة الى واحد وتناقص نعم الان بس جملة واحدة فاكت ضرب بصير هيك ضرب يساوي اي كيف بقى مظبوط ليش شباب هذه تعادل بالضبط هاي بدي اكتب لك جنبها هاي بالهاش احسنت هاي تعادل بالضبط تساوي وتكافئ فاكت يساوي فاكت ضرب اي بس هذه بالضبط تعادلها واخذناها بالجمع وش قلنا صم زائد يساوي اي هي ضرب والقسم نفس الكلام والجمع خلصنا خلصنا بعد ما يخلص ويطلع برا الفور شو بده يسوي يا حلوين ايوه هلا وين الغلط عندي بيجي لي واحد نعسان كان كتب لي الريتين جوا الفور فبيطلع عندك اول ما يطبق اضرب العدد في واحد بروح بيجي عند الريتين وبرجع قيمه العدد نفسه يعني بيطلع له كل ما يضرب رقم بيطلع نفسه بيطلع لانه بيطلع خلص اول ما بطبق بضرب في الفاكت فالريتيرن لازم تكون ضمن الفانكشن وليس داخل الفور فبكتب له ايش ريتيرن ورجع لي مين رجع لي يا سيد العزيز لا مش النمبر الفاكت بس شايفين ما اجملها نطبق ولا في امانه ولا قال والله ما فيش امان هالايام نعم هيك خلصنا يا سيدي بدك شيء لا اطلبوا اشي يا شباب هاي اربعة هاي اربعة وعشرين اربعة في ثلاث اتناعش اتناعش في اثنين اربعة وعشرين اربعة وعشرين في واحد اربعة وعشرين اربعة وعشرين في واحد واحد طيب ماشي ماشي لا هيك معلومة جديدة يا سبعة امزح معك لا يا حبيبي بديش بديش لو كان واحد اقول بيب شباب اهدوا بالله عليكم خلص خلينا نقرر هاي 5040 شباب اذا هذا الفاكتوريال وهذا الفانكشن ضل علي اخر مثال للفانكشن